الآن حبيت أني أجرب الموضوع أكثر بتوضيح أو بعمل هذا الرسم التوضيحي. تخيل لو عندنا عداد ماء بلاش كهرباء ونسحب منه، والعداد هذا 1000 لتر مثلا، لكن نسحب منه نبغى نعبي خزان ماء عندنا في البيت 300 لتر. عندي 3 مواسير، كل ماسورة تتحمل ضغط 100 لتر فقط، إذا زودناها أكثر من كذا ممكن إنها تعمل مشاكل. لكن لما مررنا الماء مشى في الماسورة الأولى 100 لتر، الماسورة الثانية 50 لتر يعني أقل من تحملها، والماسورة الثالثة 150 لتر يعني أكثر من تحملها. لكن لو افترضنا الماسورة ما جاها شيء، المجموع حق الموية عندك في الخزان راح يتعبى 300 لتر، ما راح يكون أكثر ولا أقل. هذه الحالة ممكن تسبب انفجار في الماسورة اللي متحملة أكثر من اللازم، فالمفروض إننا نعمل وزن للضغط في كل ماسورة. خلونا نشوف السيناريو القادم. الآن بعد ما جاء السباك قام عمل لنا حركة سحرية ما ندري إيش هي، بس أنا ما أفهم في السباكة، لكنه وزع لنا الماء في 3 أنابيب بالتساوي، صار يمشي في كل أنبوب 100 لتر، وهذه قدرة الأنبوب الواحد. ما رح يكون عندنا مشكلة في الأنبوب اللي كان متحمل زيادة، أما الأنبوبين اللي كانوا متحملين بنفس الكمية أو أقل فأصلا ما عندهم كانوا مشكلة. لكن كمية الاستهلاك هل قلت؟ لا زال الاستهلاك 300 لتر، فما قل ولا أيضا زاد. نفس الكلام بالنسبة لعداد الكهرباء، سواء وزعت بشكل متساوي أو ما وزعت، كمية استهلاكك طالما إن نمط استهلاكك ما تغير فإنه ما راح يقل، ولا بالتالي فاتورتك راح تقل، وأيضا ما راح يزيد، الأصل إنه ما راح يزيد، لكن ممكن يسبب لك مشاكل في كل كيبل موجود عندك. هذه نهاية الموضوع.